أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة اقتصادات الدول الإفريقية إلى حلول تمويلية لمواجهة تحديات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية،